خبر التالي بعنوان عدم مصارحة النفس والآخرين يحولك إلى اضطراب نفسي. يتعرض الكثيرون منا لعدد من الصراعات ما بين الضمير والنفس البشرية أو الأنا أو الأنا الأعلى، صراع بين الاعتراف وحجب الحقيقة، وهما نعانيه جميعا طبعا. وعندها طبعا يجب أن نتمتع بصراحة غير مخادعين للآخرين، ويكون عندنا طبعا جانب من الصراحة في هذا الشأن، وأن الصراع يتولد نتيجة لمجموعة من المشاكل والهزات والاضطرابات النفسية التي تتراكم فوق بعض، والتي إذا لم نحسن التعامل معها قد تتحول إلى اضطرابات نفسية متضاعفة. طبعا ما فيش شك ان حضراتكم ان اسلوب الحياه اليوم واسلوب المعيشه والضغوط النفسيه او الضغوط بصفه عامه، الضغوط الحياتيه بتؤثر بشكل كبير جدا على الحاله النفسيه للانسان. ولكن الحنكه بتاعتنا بقى ان احنا نقدر نتغاضى على كل هذه الضغوط ونحولها من ضغوط صعبه الى ضغوط سهله، لان الحياه ايا كانت وايا كانت ظروف الحياه وظروف المعيشه، في الاول وفي الاخر ان هدفنا ان احنا ننتقل من الحياه الى بر الامان. ولكن لكل واحد بقى يشيل في نفسه، وكل واحد ان هو يتضايق على ابسط سبب، اعتقد ده هو اللي بيخليه يتعب في الاخر. طيب ناخد تفاصيل اكتر من الدكتور علاء رجب استاذ الصحه النفسيه. دكتور سلام عليكم يا فندم. الو دكتور سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. عندي خبر يا دكتور بيقول عدم مصارحه النفس والاخرين يحولك الى مضطرب نفسي، كيف تعلق على هذا الخبر؟ بالطبع يعني الموضوع فيه وجهين مهمين جدا. مصارحة النفس دي أصعب شيء ممكن الإنسان إن هو يقوم بيها، لأنه دايما الإنسان بيهرب أحيانا من بعض المشاكل الخارجية إلى داخله، ما بيحبش يصارح بنفسه لو كانت الأشياء دي بتؤذيه أو الأشياء دي بتؤذي مشاعره وأحاسيسه. نعم. فده لوحدها ده موضوع آخر غير موضوع إن هو يصارح الآخرين. لو هو صريح مع نفسه بالتالي هيكون صريح مع الآخرين. نعم. لكن هل تعتقد ان انسان لا يكون صريحا مع نفسه هيكون صريح وصادق مع الاخرين؟ طب التصالح مع النفس يا دكتور، معلش هستوقف حضرتك في النقطه دي. التصالح مع النفس ممكن يكون ازاي؟ الناس اللي مش متصالحه مع نفسها ازاي تكتسب هذه الثقافه ان انا اتصالح مع نفسي واقعد كده واتكلم مع نفسي بس بشكل ايجابي وليس طبعا بشكل سلبي؟ دايما كل انسان له قدرات وله مهارات، وكل انسان يدرك امكانياته الحقيقيه بدون تزييف، وأن ينظر إلى المرآة فيرى نفسه صادقاً إذا صدق في كل شيء هو بيعمله وفي أحاسيسه وفي مشاعره. ولكن اللي بيحصل كالتالي، إنه الإنسان أحياناً بيهرب هروب كبير جداً مع الآخرين، وبيحاول إنه هو يظهر بصورة تانية غير الصورة الحقيقية لذاته، فبالتالي بيحصل عنده دروب، وبيحصل عنده اختلال في المشاعر، اضطراب في الوجدان، اضطراب في انفعالاته، في احاسيسه، بيفقد القدره احيانا على الثقه بنفسه، بيجي بامراض نفسيه خطيره زي عدم الثقه بالنفس، واحيانا يقلب الى الغرور لانه يرى نفسه هو الصح والاخرين هم دائما على خطا، وده هيعيشه في حاله توتر وقلق. لكن التصالح مع النفس طبعا شيء رائع وشيء راقي جدا، ان هو يبدا يصارح نفسه بكل المواقف. الموضوع ده يجي موقف موقف، ما يجيش كده مره واحده ان انا قررت اتصالح مع نفسي، لا، انا ببدا اعمل جدول زمني داخلي مع نفسي، بشوف ايه هي الاخطاء اللي انا اخطاتها في الاخرين، ايه الاخطاء اللي انا اخطاتها في حق نفسه. وانا عايز اقول لحضرتك حتى مهمه جدا، الانسان اللي هتهون عليه نفسه فيهون عليه الاخرين كله، فاذا هانت نفسه عليه خلاص هتهون عليه كل شيء، وكل شيء سوف يراه هين. فبالتالي اهم شيء ان يتخلص من الخوف اللي جواه، التخلص من السلبيه المفرطه اللي جواه. انا اقصد واعني الخوف اللي جواه انه طول الوقت حاسس ان هو لازم ينفذ اوامر الاخرين، منقاد لفكر الاخرين، منقاد لاصحابه، يعطي سلطته الحقيقيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له الى ناس اخرين يتلاعبون به كيفما يشاء، فيفقد السيطره على ذاته، فيصبح ان هو خان لنفسه في الاول وضحك على نفسه، فبالتالي مش هينفع ان هو طبعا يعني يكون له راي مع الاخرين او يتصالح مع الاخرين، لان هو مع ذاته في نوع من انواع الاضطراب. فبالتالي مصالحته مع نفسه تقتضي شيء مهم جدا، وهو اعاده حاله التوازن النفسي في حياته، يشوف ايه المشاكل النفسيه اللي وصلته لهذا الاضطراب الوجداني الانفعالي، ايه المواقف اللي وصلته لتلك الدرجه ان هو يسيء لنفسه بهذا الشكل. طبعا بعد ما هيبدا يتعرف على كل النقاط السلبيه اللي في شخصيته،
وهيكون صادق وهيكون مراية نفسه بجد، هيبدأ بقى ايه يصلح من كل السلبيات اللي جواه. وتبقى وخلي بالك لما بنصلح سلبية بنضيف ايجابية للآخر. يعني انا لما بيكون عندي سلبية وانا شلت هذه السلبية ومحوتها بتبقى عندي ايجابية اكتر. فهمني حضرتك؟ ده حقيقة. بشكرك جدا يا فندم. لا تحت امرك. شكرا ليك يا دكتور علاء رجب استاذ صحة نفسية، شكرا ليك يا فندم.